صار يا سيدي انه تفاجأنا اليوم الساعة 10 صباحا باقتحام قوات الاحتلال يرافقها الادارة المدنية للتنظيم والبناء في لغتهم، قامت بتسليم 14 اخطار للمنازل قيد الانشاء في قرية روجيب في المنطقة الشرقية تحت حجة البناء بدون ترخيص، البناء في اراضي سي، البناء في اراضي محاذية للشارع الالتفافي ومعسكر حوارة. الاعتداءات المستوطنين، يعني روجيب كغيرها من القرى الضفة الغربية لا تتوقف اعتداءات المستوطنين، تعرضت بعض المناطق والاراضي لحريق الزيتون في روجيب، حرق بعض الاراضي اللي في سهل روجيب في منطقة حاجز حوارة. اعتداءات المستوطنين كمان ما بتوقف اصلا في الموسم قطف الزيتون تحديدا، لانه الناس بتروح وبتقرب على الشارع الالتفافي القريب من مستعمرة ايتمار. في تجربة سابقة كانت من 5 سنوات تقريبا في 2014 او 2015 تم اختار بعض المنازل وتم متابعتها قانونيا في المحاكم الاسرائيليه. تواصلنا احنا مع هيئه الجدار والاستيطان في محافظه نابلس، طلبوا منا تقرير باسماء المختارين وسنقوم باعداد تقرير لهم، ووعدونا انهم شكلوا لجنه من المحامين لمتابعه القضيه في المحاكم الاسرائيليه. ان شاء الله رح نتواصل معهم. تفاجئنا برضو احد المختارين انه مسجد قيد الانشاء في روجيب. سنتواصل إن شاء الله مع وزارة الأوقاف وإن شاء الله رب العالمين خير.